وبي تعرفوا على بعض بالستينات بمصر. فبالنسبة لنا مصر كانت جزء من حياتنا، يعني سمعنا مصري، حضرنا مصري، حكينا مصري، شفنا الناس كيف تتصرف بالحياة بالمصري، يعني كان جزء كتير كبير من طفولتي ومن طبعا لحد هلأ. كل شيء سمعته كل شيء شفته مصر إلى علاقة فيه. هيدا أول حفلة بينطلق فيها الألوم الجديد شوية صور بمصر، يعني قبل لبنان هيدا الحفلة. فما بعرف شو بدي أقول لك، كان كتير ضروري أجي على مصر، وأجي مش بس على القاهرة كمان على الإسكندرية، يعني إن شاء الله مرتين نقدر نبرم أكتر، نعمل تور أكبر شوي، لأنه شعبالي أوصل لكل شرائح الشعب المصري. اسمع تانيا صالح من اول فيلم هلا لوين. الفكره بس ان تانيا صالح ما بتغنيش حاجات مبتذله شويه، فنضيف بمعنى اصح، ف يعني الكلام ده مش موجود كتير دلوقتي، فهو يا دوبك الفرصه اللي بتيجي فيها بنتبسط بالكلام ده جدا. هي تألفها كويس جدا، والكلمات بتاعتها يعني ليها قيمه، مش اي كلام وخلاص. اوكي، بلس ان هي بتهدف في الاغنيه لحاجه معينه. الناس كلها هنا شباب، وده بيدل ان احنا بندور على كلمه كويسه، وهي يعني كلامها كلها حلوه قوي. اغاني راقيه كده بترجعنا للزمن الجميل، الاغاني حلوه، بتغني لناس جميله، بتغني سيد درويش وناس حلوه، وبتغني اغاني الفيروز ورده، مش اي حد بيغني الاغاني دي، وبالصوت ده وبالهدوء والرزانة والاحترام. هي بصراحة من المغنيين اللي يعني كويسين جدا. يعني وقت المصري بيقول لك حلوة يعني حلوة، يعني بتصدقه، لأنه ماري عليه كتير وسامع كتير، ومش شو ما كان بيعجبه، بس اسمع الزقفة تبع الناس بعد الغنية بعرف إذا كانت منيحة أو لا. فمهم كتير لقل المستمع المصري كتير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. ده جزء من الحفلة وكواليس الحفلة اللي كنت فيه مبارح. ده كان في مسرح مصر في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. صحيح. الجمهور أغلبه شباب. صحيح. عينك على الشباب ولا تحبي ان كله يسمعك؟ هلا اكيد بحب كله يسمعني، بس الشباب اهم شيء، لانه الشباب هن اللي فيهم الطاقه، وهن اللي بيوصلوا صوت المجتمع للي اصغر منهم وللي اكبر منهم. هن المحرك تبع المجتمع، هن بيخلوني احس حالي اصغر كمان. يعني انا اذا في شباب يسمعوني معناتها انا بعدني شباب، بس انا مش شباب، بس انه لا شباب جرب صدق. فاكيد الشباب مهمين كتير، ولازم ينسمع صوتهم اكتر، يعني لازم نعرف كيف نسمع صوتهم. لازم في طريقه ان احنا نعرف نسمع صوتهم. طبعا يعني بدنا نسمع شو عم بيقولوا لنا. هلا اذا الشباب ما عم يعرفوا يقولوا شو بدهم مشكله، بس ما عم يعرفوا يقولوا شو بدهم لازم نسمعهم. ما بتشوفوهمش ان هم ناقصين خبره، واحيانا بيورطونا وحاجات كده من مفاهيم بعض الكبار؟ يعني لو كان بيورطونا، بس بيودونا على مستقبلنا، يعني مستقبلنا معهم. فهن اللي رح يصنعوا هيدا المستقبل، ممنوع نسكتهم، يعني لازم نسمعهم. بس إذا شاغبوا أكتر من اللازم بدنا نحط حدود كمان، يعني بس ضروري كتير نسمعهم، وضروري كتير نعطيهم قيمة، يعني نعطيهم قيمة ببلادنا، بمحلات، بمواقع قوية بالمجتمع، بمواقع سياسية مهمة. لازم يكون في كتير أكتر شباب. ما عنا شباب ببلادنا العربية كلها، ما في شباب إلا علاقة بكيف هالمجتمع ماشي، منهم بمواقع سلطة بعد. وأنا برأيي أنه مصر، خاصة مصر بعد يلي ما رأيت فيه، يعني أنا هيدا رأيي، أنا ما بحب أعطي رأيي عن مصر لأنه أنا مش مصرية، بخاف ما حدا يقول هيدا تفلسف علينا هلا وما بعرف شو. بس أنا بحس أنه تيكون الشعب المصري هز الكرة الأرضية مرتين بهالطريقة، يعني في شيء إنه عم جرب يقول شيء. مش معقول فجأة نحس إنه لازم نغير له الـ DNA تبعه، يعني نغير له الكروموزومات اللي هو معمول. ما فينا،
هو هيك الشعب مش هتقدر مش هتقدر. فأنا برأيي أنه لازم نسمعهم أكتر، ننظمهم أكتر ونسمعهم أكتر، ناخد منهم أفكارهم، لأنه هيدا شيء بيساعدنا كتير بيغنينا، ونجرب قد ما فينا نعطيهم قيمة. شفتي اللي حصل في لبنان والطائفية عملت إيه في لبنان والصراع في لبنان، ده بيخليك تقلقي على مصر أو تشوفها بعين مختلفة؟ طبعا. بس أنا ما بعرف ليه عندي إحساس أنه مصر ما بينخاف عليها، ما بعرف ليه عندي هذا الإحساس. يعني مثل كأنه بي مصر هيك سند، يعني ما بتحس أنه معقولة يفرط هذا السند، دايما بتحسه قوي لأنه مضاين صار له زمان. يعني مثل ما قلت لك قبل شوي أنه حضارة قديمة كتير، مش معقول تكون ضاينت هالقد بدون سبب، في سبب، في شيء عم بيخليها تكون هالقد قوية، هو المي اللي بتشربوها، هو الأكل، هو الطقس، هو الفول والطعمية، هو الفول والطعمية ما بعرف، بس في شيء مخليكم تكونوا قوية ومتمسكين. وبعتقد هيدا كمان بسبب أنه في روح طيبة كتير بهيدا الشعب، في محبة كتير، يعني في تسامح، في محبة، ما بتحس أنه بيكرهوا بعض فترة طويلة. يعني إذا بتشوف اثنين عم يتشارعوا هيك بحس، ما بعرف يمكن غلطانة، بس هيدا الانطباع اللي بياخده بس إجا على مصر، أنه بتشارعوا هيك على لطافة، ما في مشاكل، رغم العنف اللي انت شايفاه وبتسمع عن تفجيرات وإرهاب وحاجات كده. بحس أنه إذا قعدوا مع بعضهم وحكيوا بيقوموا بيعبطوا بعض وبيبوسوا بعض، هيك بحس. ده إحساسك؟ إيه، يعني ما بيوصلوا لأنه يفرطوا بلدهم من ورا مشاكلهم بين بعضهم، هيك بحس. اللي يعمل كده ما يبقاش مصري فعلا. لا، نحن بلبنان شاطرين نفرط بلدنا كل يوم 19 مرة، لأنه في عنا 18 طائفة، في عنا يعني مش معقول تجي تعطي 19 أو 18 طائفة. في ناس بيقولوا 19 لأنه بيحسبوا الملحدين أو العلمانيين عفوا بيحسبوها طائفة، أنا بالنسبة لي مش طائفة هاي. ف18 طائفة، مش معقول كل يوم 18 ميلة بدها تقلك 18 شغلة مختلفة وأنت كنظام تسمع لهم كلهم، مش معقول، مش طبيعي. يعني مش هيعمل حاجة تانية لو نظام قاعد يسمع، مش هيلاحق. صحيح. فإذا أنا ماني يعني شايفة أنه بلبنان عم ماسكين بلدنا مثل ما لازم، ولا شايفة أنه حتى الشعب حابب بلده قد ما لازم للأسف. يعني أنا كتير بحب لبنان لأنه بحس أنه في potential، في منه أمل، في شيء بهالبلد ممكن يصير، بس طالما نفس الناس عم يحكموا ومتحكمين فينا هالتمنتعشر طائفة وما عندنا نظام مدني للأحوال الشخصية بيجمع بين كل اللبنانية بطريقة واحدة، ما بعرف كيف معقول هالنظام يمشي. ممكن تكلمينا عن مرحلة الرهبانية شوية؟ أنت عملت مع زياد مسرحيتين. صحيح. انعكاس المرحلة دي عليكي بتشوفيها إزاي؟ عملت فيكي إيه؟ أول شيء أنا كنت من زمان أحلم أنه بدي أتعرف على زياد، سير أقول أنا طيب كيف بدي أعمل أتفركش أنا وياه شي محل هيك طبيعي وأعمل حالي أنه أنا بالصدفة التقيت فيه، وقل له كتير اشياء انه قل له قديش هو مهم وقل له قديش انا بحب، بس بدي اعرف كيف احكي لما يفكر انه انا مهبوله وهيك وبطل بده يطيقني وهيك. يعني كنت عم مخططات براسي قبل ما اتعرف عليه. بعدين كان في شخص صديقه يعني مشتركه قالت لي انه هو عايز حدا بيغني معه ويمثل بالمسرحيتين، بهمك الامر انت يمكن ما عندك وقت؟ قلت له شو ما عندي وقت، هلا بدي اروح. بقى تلفنت على استوديو قلت لهم انا بهمني الامر بقى بليز ايمتى رح تلفنوا لي؟ بقى قالوا لي خلص انت روحي هلا بنرجع نحكيكي. حسيت ما رح يحكيني خلص انه هيك وزعلت وما بعرف شو، بس بالفعل بعد جمعه رجعوا حكيوني ورحت وعملت تعرفت عليه. يعني عملت اوديشن، جربت قد ما في امسك نفسي انه هيك مبين انه انا هيك راسيني وريكزي ومش هيك مسروعه فيه. ف بعدين لما اشتغلت معه حسيته انه هو انسان كتير بسيط، كتير طبيعي، كتير محب، كتير بيفهم الناس وعبقري، بس بذات الوقت كتير متواضع. تعلمت منه كيف بيقدر يكون مسؤول عن كل هالفرقة الكبيرة، من الموسيقية للمسلين للإضاءة للصوت، للناس يلي بتهتم بالمسرح، للناس يلي بتجيب الساندويشات، يعني كله مسيطر على كل شيء كان. فبالنسبة لإلي كانت هيدا مدرسة كتير مهمة، خاصة أنه أنا بحب زياد لأنه كمان كسر
أنا كتير بحب شغل أخوين رحبانة وفيروز طبعا، يعني هيدول مدرسة تانية يعني. نعم. بس بحب كيف كان عنده جرأة يكسر بهيدا المدرسة اللي هن أهله ويعمل شيء جديد، لأنه صعب كتير وقت تكون أنت ابن شخصين هالقد مهمين فيروز وعاصي، وأنت تطلع كمان مهم قدهم إذا مش أكتر، يعني شغلة مش كل يوم بتصير. فبيعجبنا هيدا الشخص كفنان، بيعجبني كإنسان، وبحب كيف يعني بس تروح لعنده هيك بيصير يهتم فيك، بده يطعميك لبنة وجبنة ويجيب لك هو كل شيء ويحط لك قدامك إنسان. هو إنسان يعني ما في عنده تكبر، ما بيتعامل مع كل الناس بذات الطريقة. هلأ مجنون شوي. كملتيش ليه؟ يعني ليه قررت أنك تخرجي وتكوني لوحدك بعد كده؟ لأنه أنا بحس أنه كل واحد لازم يكون عنده شخصيته المستقلة، لأنه لو أنا كملت مع زياد ما كنت رح أكون عندي شخصية مستقلة. فحسيت أنه لازم أنه برهن لحالي أنه أنا في كون بكتب أغاني وبغني بدون مساعدة دايما شخص يكون عم بيساعدني. هيدا شغلة ضرورية، يعني مش كل حدا بيشتغل بالفن عنده حدا دايما لازم شو يعمل، لازم يكون هو بيعرف شو لازم يعمل بدون ما يكون في وراء حدا، وإلا ما بعتقد بيكون حقيقة عم بيقدم بصدق شو عم بحس. جت منين عمر وعلي؟ أول شيء أنا أمي شيعية وبي سني. نعم. فعندي هالش عندك العمر وعلي في البيت؟ إيه عندي إياهم بالبيت، وعائلة أمي وعائلة بي غير موديل، يعني مش مثل المي والزيت، ما مش مخلوطين مزبوط. هلا ما كان في مشكله من وراء انه هن من طوائف مختلفه، مشان هيك كانوا يتركوا بعضهم، بس كنت انا احس انه اهل امي بيطلعوا على اهل بي شيء، واهل بي بيطلعوا على اهل امي شيء، يعني السن بصراحه بيطلع على شيء من فوق، ليش ما بعرف، بيحسسوا انه هو اقل، يمكن لانه على الكره الارضيه في اكثر سنة من ما في شيعه، فهو حاسس حاله انه هو اكبر بالعدد. بس بنفس الوقت بحس انه الشيعة بما انه جايين من الحضارة يلي هي العلاقة بالفرس، وانا بحب الفن الفارسي كتير، يعني انا بحس انه عطوا كتير كمان للبشرية وكمان حضارة كتير قديمة وعريقة طبعا. فانا بميل للفن، مشان هيك بحس انه طيب ليش هول عم بتكبروا على هول، ما هول مهمين كتير كمان. ففكرة هيدي الغنية اجت من وراء انه انا عم شوفها هيك بهالطريقة. اول شيء بحبكم اتنيناتكم، ما في يحب حدا اكتر من التاني، بس انا بحس انه لازم تحكوا مع بعض اكتر، لازم تفهموا بعض اكتر، لانه بالنهاية منا قصة اذا طلع القمر وصار بدر ولا لا، هي قصة محبة وقصة معاملة وقصة انه هيدا الشخص يلي بشر بهيدا الدين بشر لكلكم، ما اجا قال انتو شي وانتو شي. بقى ليش لما اختفى النبي انفصلتوا وتأثرتوا وتقسمتوا هيك؟ وفكرت يعني هي انكتبت بعد لما غزوا الأمريكان العراق وعملوا اللي عملوه بالعراق، كنت أنا عم بحضر الأخبار كل الوقت، يعني كل الفترة، وكنت عم حس أنه لا بدنا نصمد وبدنا نطلع منها وما بيصير، وكمان العراق ثقافة عريقة وتاريخ عظيم ممنوع يروح ممنوع يضيع ممنوع، وصار يلي صار، وحسيت انه جعبالي احكي مع ولدين عراقية عم بيلعبوا بالشارع، شو ما اقولكم بدي قلن. فكمان هيدي يعني كل هيدول الافكار طلعوا، فطلعت في طلعت هيدي الغنية اللي هنسمعها دلوقتي. سمعونا عمر وعلي. يا عمر كلم عليه وموقف سلم عليه، جاي من آخر دني وقفله مرة شو عليه. يا علي كلم عمر واقف ومادد إيديه، قرب فشخة يا علي قرب وصوب عينيه. كلم عليه لا قادر عليه
الرسل المرسلين قال الحب هو الدواء وحل كل المسألة يا عمر يا علي يا عمر كلم علي يا عمر يا علي يا عمر لازم تلعب مع علي